صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023. في الحقيقة بنتكلم على أربع أيام من التصعيد المتواصل اللي يمكن كل الأنظار دول العالم أجمع متجهة نحو الأراضي المحتلة لمتابعة التطورات في الأحداث الخاصة في فلسطين تحديدا، وأيضا الجهود المصرية اللي تابعناها خلال هذه الأيام المتتالية. ومش هقول الأيام المتتالية لأن دايما الجهود المصرية متواصلة، لأن القضية الفلسطينية هي من القضايا الأساسية اللي دايما ما بتنادي بيها مصر في كل المحافل الدولية. لكن خلال الأربع الأيام اللي فاتت كان في جهود مكثفة لمنع المزيد من التصعيد ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني واستعادة الاستقرار مرة تانية، وده الدور التاريخي زي ما قلنا لحضراتكم اللي دايما مصر بتكون ملتزمة بيه في حماية أبناء الشعب الفلسطيني أشقائنا في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية وكمان وقف تطورات الأحداث في الساحة الفلسطينية. احنا عندنا كدولة مصرية دور سياسي ودور دبلوماسي معتدين على القيام به في محيطنا بصفة عامة، لكن احنا كمان بيربطنا بالقضية الفلسطينية نوع من الروابط المختلفة، لأن هو ده رابط تاريخي بيننا وبين القضية الفلسطينية. احنا كمان عندنا دور إنساني ودور إغاثي بتقدمه الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين. امبارح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قال إنه بيستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وكمان المواد الغذائية والعلاجية، وطبعا القافلة بتضم أطباء من كل التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، وده لدعم الأشقاء في فلسطين، وده تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن يا منى اللي انت بتقوليه ده هو بيأكد على الدور الإنساني اللي مصر دايما بترعيه تجاه أشقائنا في فلسطين، لكن دايما الدور السياسي أيضا بيكون موجود، ومصر لن تتخلى عن أشقائنا في فلسطين أبدا، لأن هي زي ما قلنا قضية محورية، ودايما بنتبنى الحل العادل الشامل القائم على حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. لكن ما حدث من يعني دور إنساني في الحقيقة هو مش حاجة جديدة ولا أول مرة بتحصل، لأن التحالف الوطني وكمان صندوق تحيا مصر قدم قبل كده قوافل إغاثية. يمكن كلنا فاكرين القوافل اللي قدمها التحالف والصندوق والمساعدات الغذائية الدوائية اللي تم توفيرها لأهالي غزة بعد نجاح الدولة المصرية في وقف العدوان اللي حصل في 2021. مش بس كده، ما كانش كمان فكرة وقف العدوان والجهود التي حدثت من أجل وقف العدوان، لكن كان في أيضا دور، وهنا دور تنموي، لأن مصر كانت خصصت في الوقت ده 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى. وبالفعل شفنا المعدات المصرية اللي سرعان ما اتجهت على أراضي قطاع غزة لإعادة الإعمار فيها مرة أخرى. كان يكون بس معدات مصرية، كمان كان المهندسين والعاملين المصريين صحيح. بجانب العاملين والمهندسين الفلسطينيين بيقوموا الدور ده. مش هننسى ان الدور الانساني والدور الدبلوماسي ده يعتبر ترجمه للمسؤوليه المصريه تجاه محيطها العربي اللي عمرها ابدا ما تاخرت عن دعم قضاياه، طبعا على راس هذه القضايا القضيه الفلسطينيه، وده انطلاقا من الثوابت المصريه الراسخه تجاه فلسطين اللي بتعتبر احد القضايا المركزيه بالنسبه لمصر. احنا متعودين دايما على الدعم للاشقاء الفلسطينيين. احنا النهارده على مدار الحلقه هنكون بنتكلم ماذا يحدث في الأرض
الأرض المحتلة. على مدار الحلقة مع ضيفنا الأستاذ أشرف أبو الهول. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين دايما بنروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق لحد منطقة وسط البلد. لو خدنا طريق شارع الجيش هنلاحظ ان هناك في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات وهتفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر. هناك بعض الكثافات المروريه المتقطعه واللي ممتده لحد الشوارع المؤديه لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده معانا لحد مسجد النور في العباسيه. نمشي على طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جايه من الجيزه وفي اتجاه مناطق وسط البلد، وفي كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر ومحور النصر. اما نفق الازهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم ومتجه لميدان الاوبرا او العكس. خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزه، في سيوله مروريه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان. ولو رحنا قريب من محطه مترو جامعه القاهره بدءا من نزله كوبري فيصل لحد شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مروريه نسبيه. كمان في كثافات تانية ظهرت على كوبري الجامعه، لو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مروريه بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره. في اسماعيليه هنلاحظ ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش ابدا على حركه سير السيارات. اما المتجه لبورسعيد في سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هنلاقي كمان في سيوله مروريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، وفي كمان كثافات نسبية وكثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 37 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال اكاديميه الشرطه بيوم الخريجين، وكرم سياده الرئيس اوائل كليه الشرطه وقلدهم انواط الامتياز من الطبقه الثانيه. كمان شهد الرئيس السيسي العرض العسكري وعروض القوات الخاصه وعروض الخياله. كمان يا منى يمكن الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه كان موجود بالامس زي ما قلنا واستمر او كان مستمر على مدار اربع ايام، لكن امبارح كان في مكالمه هاتفيه تلقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاتصال ده كان من الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر للتباحث حول اخر المستجدات في التصعيد العسكري على الساحه الفلسطينيه الاسرائيليه. وخلال الاتصال تم التأكيد على ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة، وده استنادا إلى حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين وكرم سيادته أوائل كلية الشرطة وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، كما شهد الرئيس العرض العسكري وعروض القوات الخاصة وعروض الخيالة.
وامبارح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية لأسر الشهداء وقال: مهم أننا دايماً نقدم التحية لكل أسر شهدائنا شهداء مصر، كل التحية والتقدير والاحترام ليهم، وعاوز أقول لكم كلنا في الدنيا ناس بتيجي وبتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها، إلا الشهيد بتفضل الذكرى عطرة من أجل التضحية للوطن. وحرصت في كل حفلات التخرج للجيش والشرطة أن نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معنا تقديراً واعتزازاً وامتناناً لما قدموه لنا. امبارح حنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي خريجي طلبة وطالبات كلية الشرطة متمنياً لهم التوفيق بعد تخرجهم وحصولهم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلهم لأداء مهامهم بشكل مناسب، وطلبهم الرئيس بالتعامل مع المواطنين في إطار تنفيذ واحترام دولة القانون الذي يحكمنا جميعاً. وامبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقناً للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً لحل الدولتين ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية اللي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 ل 25%، وده تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وما يتم اتخاذه من إجراءات توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وأن يشعر المواطن بذلك. لسه مستمرين أيضا في الأخبار المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات لي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة. وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بتكثف من اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكمان السيد الرئيس أضاف أن مصر بتؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي المستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وبالطبع على رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات اللي تفضي إلى سلام عادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى. وأكد سيادة الرئيس على أن الدولة المصرية تتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، وقال: لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، أن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ تم الإعلان عن حصول 48 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وفي المنيا تم إجراء 60,000 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. ومن المنيا نروح لمحافظة أخرى وهي الدقهلية، لأن امبارح في الدقهلية تم الموافقة على إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي محافظة البحر الأحمر
تحديدا مطار مرسى علم استقبل 25 رحلة سياحية من 8 دول أوروبية. ماذا حدث في باقي محافظات الجمهورية؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في كفر الشيخ تم الإعلان عن حصول 48 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليكون إجمالي المدارس اللي حصلت على الاعتماد والجودة في المحافظة 133 مدرسة. في بني سويف افتتحت المحافظة وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة 77 فدان بمدينة بني سويف شرق النيل، وده في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. والوحدة بتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة والأمومة والطفولة واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات تنظيم الأسرة. في المنيا قامت مديرية الصحة بإجراء 18600 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات خلال التسعة أشهر الماضية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المراحل العمرية خاصة الأطفال وكبار السن، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقاً للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. في الدقهلية أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموافقة على إنشاء المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، وده في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كأحد أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل إدارة الجامعة، حيث ستقوم الجامعة بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة وعقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة في الأماكن المغلقة 50 جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه. في الإسكندرية افتتحت المحافظة المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، واللي بيعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان، ويستهدف توفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية. هنروح دلوقتي مشاهدينا لفاصل سريع، لكن بنفكر حضراتكم ان النهارده هيكون معانا يعني فقره خاصه عن تطورات الاحداث في الساحه الفلسطينيه مع الاستاذ اشرف ابو الهول. هنروح دلوقتي للفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقيه الكلام. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، ومكملين في الأجواء الخريفية اللطيفة، لكن قولنا أهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. بالفعل طبعا في استقرار تام في الأحوال الجوية، يمكن احنا بقالنا عدة أيام بنشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، وده اللي متوقع أنه هو يستمر معنا اليوم. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فالكتل دي معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، ف
فبالتالي احساس بالطقس هيكون طقس خريفي نائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس ما بين حار لشديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره بيكون ملموس وملحوظ اكثر خلال ساعات الليل المتاخر، فترات الفجر، ايضا فتره الصباح الباكر، صغرى فتره الليل بدات تنخفض، بدانا نحس بالاجواء المائله للبروده خلال فترات الليل المتاخر في معظم محافظات الجمهوريه، لان الصغرى في بعض المناطق تتراوح ما بين 20 ل 22 درجه مئويه خلال فتره الليل. بالاضافه كمان فرص الامطار اليوم هتنحصر فقط في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وهتكون فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية، تمتد الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، لكن فرص الامطار كلها ان شاء الله ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وهتكون في منطقه دون الاخرى وعلى فترات متقطعه من اليوم، بالاضافه كمان نشاط رياح اليوم سرعته بتتراوح ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه في بعض محافظات الجمهوريه، هيساعد على تلطيف الاجواء واحساسنا بمزيد من الانخفاض في القيم. هل الرياح دي محمله برمال او اتربه؟ لا الحمد لله غير محمله باي اتربه ورمال مثاره، فقط هتساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره لان هي اغلب مصادر الكتل الهوائيه كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط. طبعا الشبوره المائيه ما زالت هي الظاهره الجويه اللي بتاثر علينا فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء، وكمان بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، وبدانا نشوف ان الشبوره المائيه بدات كثافتها تزيد، بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه في بعض الايام، فبالتالي لازم ناخد بالنا تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه، وهي طبعا بتبدا في الاختفاء مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من 7-8 صباحا تدريجي نبدا نحس ان الشبوره المائيه كثافتها بدات تقل الى ان تنتهي تماما والرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق. طبعا الاجواء المستقره اللي فيها استقرار واجواء خليفيه دي مكمله معانا حتى يوم الجمعه المقبله ان شاء الله، استقرار كان في الاحوال الجويه وكميات الامطار هتحصل فقط في السواحل الشماليه، لكن مع يوم السبت المقبل هيبدا المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا. هو ده اللي كنت عايزه اسال فيه حضرتك، يعني معروف انه فصل الخريف من الفصول اللي يعني بيبقى فيه تباين كبير في درجات الحراره، ارتفاع او انخفاض، هل احنا معرضين لمنخفض او مرتفع جوي في الايام اللي جايه؟ هو احنا طبعا خلال الايام دي كنا بنتاثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وده اللي كان عامل فرص الامطار اللي احنا شفناها في بعض المحافظات، لكن مع يوم السبت المنخفض ده هيتعمق بشكل كبير في جمهوريه مصر العربيه، فهنبدا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، تبدا العظمى والصغرى تنخفض على القاهره الكبرى وبعض محافظات الجمهوريه وخاصه المناطق الشماليه، كمان فرص الامطار هتبدا تزيد على المناطق الساحليه وتتقدم لبعض المناطق الداخليه، وده هيكون من يوم السبت المقبل ان شاء الله. طبعا التباين الكبير في قيم درجات الحراره بدانا نحس بيه وهنحس بيه كمان خلال الايام المقبله، اللي هو فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، فرق درجات الحراره هيبدا يزيد. طيب في الاجواء دي يعني نصيحتك للناس تعمل ايه؟ هو طبعا اهم نصيحه ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه قبل ما نخرج من بيتنا، نعرف درجات الحراره ونعرف الظواهر الجويه نبدا نتاقلم معاها. ثاني حاجه طبعا الاطفال وهم رايحين المدارس فترات الصباح الباكر او لو احنا راجعين من اشغالنا خلال ساعات الليل المتاخر، مهم جدا ان احنا يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف للملابس قطعه ملابس اضافيه، لان احنا بدانا نحس بالبروده ويعني ما نغيرش درجه حراره الجسم بشكل كبير عشان طبعا ما نصابش بنزلات البرد، مهم كمان تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره العظمى فيها 30 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 21، اسكندريه 27 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 26 20،
دمياط 28 22 بورسعيد 28 23 الاسماعيليه 31 20 السويس العظمى فيها 32 والصغرى 21 العريش 28 22 كاترين 26 16 طابة 31 24 حلايب 32 26 شلاتين 34 25 شرم الشيخ 33 26 الغردقة 33 25 الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 20 بني سويف 31 20 الوادي الجديد 37 22 أسيوط 32 20 سوهاج 34 21 قنا 36 24 الأقصر 36 24 وأخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. لوعدك هنلتزم بالتعليمات يا لمن. برافو عليك يا أحمد شاطر. شكرا ليك والشكر للدكتورة منار غانم. أشكرك. ودلوقتي خلينا نشوف مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهتنتهي المدة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر لتوقيع الكشف الطبي على الحالة البدنية والذهنية. وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبي اللي بتتمثل في تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه وده للمجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة، وأن يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصال 4-11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر قبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي. النهاردة هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 84 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات اللي بيدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار. النهاردة هتنظم محافظة الجيزة المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسخته الثانية لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وبيتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط اللي بتتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر اللي بيرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وأيضاً ضرورة توافر المكون الذكي اللي بيعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة. تعالوا نروح دلوقتي للعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد نروح لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللي امبارح انتهت فيها منافسات البطولة الإفريقية للرماية الستاشر اللي تم تنظيمها زي ما قلت لحضراتكم في العاصمة الإدارية، وأبطال مصر حصلوا على مراكز متقدمة في هذه البطولة تحديدا يمكن بعد فوزهم ب 38 ميدالية، رقم كبير جدا. المركز الثاني جه الفريق الجزائري بعد الفريق المصري برصيد 11 ميدالية، في المركز الثالث فريق المغرب بخمس ميداليات وده كان متساوي مع كينيا. بكده أبطال مصر قدروا أنهم يحجزوا 11 مقعد في أولمبياد باريس 2024. خلينا نتابع. بحضور 15 دولة إفريقية اختتمت منافسات البطولة الإفريقية للرماية 16 التي تم تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي انطلقت فعالياتها في الفترة من الأول وحتى العاشر من أكتوبر الجاري. البطولة تم تنظيم فعاليتها بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية من 15 دولة إفريقية، وتتميز بأنها المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. أبطال مصر سيطروا على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، حيث تم حصد 38 ميدالية بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين. وبعدما سيطر المنتخب المصري على البطولة جاء الفريق الجزائري في المركز الثاني برصيد 11 ميدالية، وفي المركز الثالث فريق المغرب بخمس ميداليات متساوياً مع كينيا. واستطاع رماة مصر حجز 11 مقعداً في أولمبياد باريس 2024، وهم عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس،
عمر أكيد وعزمي محلبة. علشان نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية. صباح الخير يا سيادة اللواء، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين والمستمعين جميعا. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح النور سيادة اللواء. يعني حطنا في تفاصيل الصورة بقى في البطولة تحديدا، وتعالى نتكلم على أجواء التنظيم الأول اللي يمكن ظهرت بمشاركة الدول الأفريقية المنافسة وعشاق هواية الرماية تحديدا. يعني والله طبعا موضوع التنظيم دوت الحمد لله احنا لينا باع كبير في تنظيم البطولات، يمكن في خلال على مدار 3 سنوات نظمنا 11 بطولة دولية. وطبعا ده كان بيدينا خبرة كبيرة جدا ان احنا ازاي نستطيع ان احنا نستضيف ضيوف معهم اسلحة وذخائر ومعدات. الحمد لله ده كان نجاح كبير لينا في هذه البطولة استكمالا لمسيرة استضافة البطولات المختلفة. الحاجة كمان المميزة جدا ان مصر لديها اكبر واحسن واحدث ميدان على مستوى العالم. طبعا دوت كان فخر كل الدول الموجودة انها تلاحظ وتشاهد ان قارة افريقيا تحت قيادة مصر لديها احسن واكبر ميدان على مستوى العالم. اكيد احنا وصلنا ل 38 ميدالية، قول لنا بقى حضرتك ال 38 ميدالية اللي فاز بيهم المنتخب المصري متقسمين ازاي؟ طبعا ال 38 ميدالية دوت هو عبارة عن جميع المسابقات اللي احنا اشتركنا فيها. عندنا جزئين، الجزء الاول هو المقاعد، وطبعا الحمد لله تأهل 10 رماة، 11 رامي، وال 11 رامي دول من 11 مسابقة مختلفة. وباقي ال 38 ميدالية عبارة عن ميداليات الفرق والميداليات الفردية. وكان المركز الثاني برصيد 14 ميدالية هي دولة الجزائر، فكان الفرق كبير جدا، وده بفضل من ربنا ان احنا عندنا الاستعدادات لهذه البطولة ولباريس 2024 كان في معسكر مغلق وفي بطولات مختلفة للوصول الى هذا المستوى الحمد لله المشرف اللي احنا وصلنا له في هذه البطولة. اكيد سيادة اللواء، لو هنتكلم على الدول المنافسة في هذه البطولة وصل عددهم لقد ايه، وايه أكتر فريق يعني كان ملفت للنظر والانتباه في المنافسات وحقق تميز كبير؟ طبعا احنا هنقول ان المنافسات مختلفة. يعني نفس المسابقات مختلفة، ففي دول تميزت في أنواع مختلفة في مسابقات معينة، وفي دول تميزت في مسابقات أخرى. لكن هنقدر نقول ان الجزائر كانت حصلت على 3 مقاعد، ودي بالنسبه لهم حاجه كانت كبيره جدا ان هم يحصلوا هذا العدد. كان ايضا انه المغرب حصلت على مقعد في جندول الخرطوش. عندنا ليبيا، ودي كانت حاجه مفاجاه انه في رامي ناشئ حصل على المركز الاول والميداليه الذهبيه، وده طبعا كان حاجه ممتازه جدا لدوله ليبيا الشقيقه. المنافسات كانت مختلفة، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، وأيضا لها باع كبير جدا في مسابقات المسدس بالذات في السيدات، وحصلت أيضا على الميدالية الذهبية. المنافسة كانت قوية جدا. الدول الأفريقية يعني كان عندها استعداد للفوز بميداليات كثيرة، ولكن بفضل ربنا وبفضل إن احنا عندنا معسكرات وعندنا فرق قوية وتدريب قوي قدرنا نحصل على هذا الكم من المقاعد، وده يمكن عدد كبير جدا ان احنا نحصل على هذه المقاعد. صحيح. ما بين تلك الدول اللي كانت مشاركه في هذه المسابقه. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. لكن لما نيجي نقول بقى اعمار اللاعبين اللي شاركت في البطوله، كان عمرهم بيتراوح من سن كام لكام تقريبا؟ والله السؤال ده ممتاز جدا، ان احنا كنا عملنا خطه اعداد خاصه بالناشئين. فاحنا عندنا حوالي 3 ناشئين حصلوا على ميداليات، ودي كانت مفاجأة البطولة ان الناشئين الان اصبحوا في موقف اقوى من الكبار، وده اللي حصل بالفعل، وده اللي ادانا دفعة قوية وامل انه المجهود اللي بذل للوصول بالناشئين 16 و17 سنة يحصلوا على التأهل وعلى ميداليات في هذه البطولة كان حاجة مشرفة، كانت حاجة مسعدة جدا، ادتنا لفتة ان احنا يجب التركيز على الجيل الناشئ لان هو ده المستقبل، ويمكن العالم كله بيركز على هذا الموضوع. احنا مصر نجحنا في هذه البطوله
وفي البطولات الماضيه في التركيز على الناشئين، وهم دول اللي حصلوا معظمهم على الميداليات في هذه البطوله. اكيد اكيد. طيب سيادة اللواء، احنا كده عندنا كام لاعب اتاهل لاولمبياد باريس تحديدا من ابطال مصر؟ احنا النهارده وصلنا الى 11 لاعب، وال11 لاعب دول اتاهلوا فعلا لباريس. هيتبقى عندنا بطولتين العام القادم ان شاء الله قبل الاولمبياد، لو في حد قدر يحصل على المركز الاول الى المركز الثالث هيترشح هيضافوا لل11 ايضا الى اولمبياد باريس. لكن احنا فعلا وصلنا الى 11 مقعد، بس اعتقد 11 مقعد ده رقم مش قليل اللي هو كمان يشارك في بطوله عالميه. يعني 11 مقعد ده يعني دوله تطلع بس من الرمايه ب 11 مقعد، ده رقم كبير جدا. ولكن نقول لكل مجتهد نصيب، اكيد، والخطط لما توضع مظبوطه ولما يكون في دعم من الدوله سواء قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يرعى مثل هذه البطوله، دكتور اشرف صبحي بمنظومته المتكامله التي تعمل وتتجانس مع الاتحاد في اخراج هذه البطوله في شكل مبهر، اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب بالتعاون الكبير بيننا، يعني انا عاوز اقول في تعاون وثيق بين الجهات الحكوميه وزاره الداخليه ووزاره الدفاع طبعا، لانهم لهم مكانه كبيره في هذه البطوله وقدروا ان هم يساعدونا مساعده كبيره. فالعدد اللي احنا وصلنا له دوت هو مجهود ليس الاتحاد فقط بل جميع الجهات التي شاركت معنا في انجاح هذا العمل. طيب احنا عشان نقدر نشارك في البطوله اكيد شاركنا بعدد محترم عشان نقدر نخرج بهذا العدد الكبير من الميداليات، المعايير اللي اشتركنا على اساسها، الاستعداد تم على مدار قد ايه، الخطه اللي كانت موضوعه عشان نقدر نوصل للنتيجه المحترمه دي. الفريق القومي بيختار من البطولات المحليه التي تنظم في داخل جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي احنا اخترنا 5 رماه من كل مسابقه. الخمس رماه دول فعلا بدأوا يدخلوا في معسكرات مغلقه، حصل ان جزء منهم كبير شارك في بطولات العالم خارج جمهوريه مصر العربيه، وجزء اخر شارك في بطولات كاس عالم نظمت في جمهوريه مصر العربيه. التقارير بتقول انه احسن 3 في 5 بالترتيب بالارقام بتاعتهم. لما تم المشاركه نجحنا بهذه الطريقه القياسيه ان احنا نوصل لان اللي بيشارك فعلا بيشارك للحصول على الميدالية وليس المشاركة المشرفة. وبالتالي المنظومة ديت أو طريقة الاختيار طريقة واضحة للجميع، معلومة لدى جميع الرماة، بل بالعكس كان وضع مساعد من جميع الرماة أن فعلا هذا الرامي اللي بيشارك باسم جمهورية مصر العربية هو الأفضل رامي أو رامية في المنتخب القومي. أكيد، كل شكر ليك سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، شكرا جزيلا ومبروك النتيجة المحترمة. يعني الخبر اللي جاي ده عارفة هنا سأسكت قليلا، يعني ما أقدرش اللي أنا أتكلم أقدم أنا واليوم يومكم، فأنت اتفضلي أنت أقدم مش هتكلم خلاص، يعني اليوم العالمي للفتاة فطبعا أنت اللي تتكلم أسكت. النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للفتاة، اليوم ده اتخصص بغرض إلقاء الضوء على زيادة الوعي وإتاحة الفرص للفتيات وكمان معالجة بعض المشكلات اللي بتواجهها في المجتمع. كان أضيف بقى فضل. طيب في الحقيقة منا يعني لو هنتكلم على اليوم العالمي للفتاة فيمكن احنا الفترة اللي فاتت شفنا الجهود الكبيرة اللي كانت بتقدمها مصر، يعني ومصر كانت بتعد من أهم الدول اللي اهتمت بالفتاة وأطلقت مبادرات زي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، وعملت كمان تشريعات ونفذت برامج توعوية كتيرة يمكن هنتعرف عليها وعلى أبرز هذه البرامج من خلال ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة لبنى خير عضو المجلس القومي للمرأة والمحاضرة بالجامعة الأمريكية اللي منورانا دلوقتي مشرفانا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور، يعني وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وكلنا طيبين وبخير، صباح الخير عليكم. صباح الخير يا دكتورة لبنى، أهلا بيك. أهلا بيك. لما نيجي نقول في اليوم العالمي للفتاة إيه الرسالة تحبي توجهيها النهاردة أو عايزة تقولي إيه بعد النتاج بتاع الشغل اللي حصل الفترة اللي فاتت كلها؟ أولا أنا يعني فخورة جدا بكل التطوير اللي حاصل والاهتمام الكبير، ولكل بنوتة بقى صغيرة دلوقتي فعلا من حقها أنها تحلم وتنفذ حلمها. بقى في مبادرات كتير ومشاريع كتير إنها تتعلم من خلالها وتقدر تعبر عن نفسها وتقدر تزود الوعي بتاعها بحيث إنها تكون
اولا مفيده لنفسها، مفيده لاسرتها، مفيده لمجتمعها. صحيح. الضغوط اللي كانت بتبقى موجوده قبل كده وبعتبرها انها اكثر كانت ضغوط ثقافيه او ضغوط مجتمعيه، ابتدت بالتحركات الكثيره اللي بتحصل من خلال مبادرات الدوله تتشال واحده واحده بالراحه. الناس ابتدت تقدر قيمه الاسره ككل ودور البنت واهميه تعليمها واهميه استقلالها المادي كمان. نعم. أكيد. دكتور، لو هنتكلم خلال التسع سنوات اللي فاتوا، لان انا من وجهه نظري شايف ان التسع سنوات دي هي سنوات ذهبيه للمرأة المصرية في مصر تحديدا، شايفة وضع المرأة المصرية في مصر كان فين ما قبل التسع سنوات والنهاردة أصبح موجود فين من خلال تمكين ومن خلال مبادرات يمكن اشتغل عليها كتير من الجهات بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وشفناها حقيقة على أرض الواقع؟ طبعا هو ما فيش مقارنة، يعني اللي كان قبل غير دلوقتي اللي حاصل، لأنه كمان المبادرات أو الجهود اللي هي مبذولة على الأرض ما بقتش بس متمركزة في محافظات بعينها، احنا بنغطي جمهورية مصر العربية كلها، وما بقيناش مهتمين بمجال واحد او بمعنى اصح لما تقوم قضية معينة او تقوم مشكلة معينة كل التركيز عليها، لكن استراتيجية المرأة ليها كذا محور، فهتشوف وشايفين دعم للمرأة في اكتر من قطاع مش قطاع واحد بس. بالظبط، لانه ما بقاش بس مجرد انه التشريعات او التوعيه بالعنف، لا احنا دلوقتي مش دلوقتي، يعني بقالنا كذا سنه بنتكلم على التمكين الاقتصادي، بنتكلم على التمكين السياسي للمراه، بنتكلم على امانها الاجتماعي، بنشتغل على تطوير وعي المجتمع والمراه نفسها من خلال حملات كتير. فالاختلاف كبير، واحنا حتى شايفينه ده من خلال حضراتنا. صحيح. من خلال اعلامنا، من خلال الدراما والافلام، فالجهود دي بقت منعكسه بشكل كبير جدا، والناس حتى بقى يعني بقيت بشوف ان الستات والبنات بقى عندهم سبل، حتى لو مش عارفين حقوقهم او مش عارفين الطريق بقى فيه طرق معلنه. احنا بنفكر دلوقتي يا دكتور في مبادرات دعم وتمكين للرجل. كبرش الموضوع، كبرش الموضوع يعني. طب دكتورة، خلينا نقول ان عدنا سنين المبادرات دايما بتبقى منحصرة في المرأة الريفية او الفتاة الريفية، وبتبقى المبادرات كلها قائمة على مجرد تحسين اوضاعهم في التعليم، لكن احنا مؤخرا بقى عندنا المظلة بقت اشمل واكبر وبتشمل جميع الفتيات على مستوى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكمان التعليمية، واعتقد ده ما كانش موجود في فترة سابقة. لا، اللي انا يعني عاوزه اقوله لك انه مش بس انه كان قبل كده التركيز على المراه الريفيه او كان التركيز على المراه عموما، لكن دلوقتي بقى في غوص اكثر او تعميق اكثر للمشاكل اللي احنا عاوزين نشتغل عليها. نعم. يعني في مبادرات كتير مش بس بنتكلم على الشمول المالي او التمكين الاقتصادي او اقتراض مشاريع صغيره للمرأة الريفية، لكن كمان بقى في توعية. طب اتكلمينا يا دكتور كده سريعا عن مبادرة زي تمكين الفتيات دوي هي مبادرة لتمكين الفتيات، هدفها وده من أجمل الحاجات الحقيقة اللي حصلت، إنه البنت تتعلم إزاي إنها تعبر عن مشاعرها والمجتمع يسمعها من خلال دوائر حكي حصلت في محافظات كتير جدا في مصر، منها سوهاج والاقصر واسوان والمنيا والعريش، وكمان بتتعلم من خلالها مهارات زي مثلا التعليم الرقمي وازاي تستخدم الانترنت بشكل امن وازاي تصنع محتوى على الانترنت. صحيح. فالدوي خد جزء مختلف شويه عن مجرد تعليم او الاهتمام بالتعليم، لكن الاهتمام بالصحه النفسيه ليها وانها تقدر تعبر عن مشاعرها وتتكلم ازاي وتوصل اللي هي حاسه بيه ازاي من خلال انها تبقى عندها الجرأه انها تحكي. فمن هنا جت فكره دوي. نعم. يعني في الحقيقه بس اللي انا بطلبه في اليوم ده دكتور، اليوم العالمي للفتيات، النظر بعين الرحمه للرجال. بعينينا. كل الشكر ليك دكتورة رمنا خيري، عضو المجلس القومي للمرأة والمحاضر بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لحضرتك.
يعني دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 وده معادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لمياء حمدين. اتفضل يا لمياء. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تنال أمن واستقرار المنطقة. وفي تصريحات له قال الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤولياته الأولى، وقال إنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما شهد الاتصال تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في خان يونس بقطاع غزة. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحا. شو هذا عم بنايه هذا الشارع؟ أدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني محذرا من المساس بأمن مصر القومية وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها. وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وأكد على دعمه لكل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات، داعيا الشعب بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، منددا بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاع إنسانية وصحية. استمرارا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، انطلقت إلى معبر رفح البري قافلة إغاثية إنسانية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة التي قد تستدعي نقلها عبر الحدود المصرية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعابرين من قطاع غزة. كما حملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية، يأتي ذلك فيما يتم تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث.
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من عدد من الكيانات الشبابية، وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشاريها القانونية، والذي أكد للكيانات الشبابية أهمية دور الشباب في الاستحقاق الدستوري القادم، لافتا إلى أن الشباب كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها، كما أشار إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين بشأن المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة. بدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية، ويأتي ذلك في إطار انسحاب فرضته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر، والتي كانت قد سارعت لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب، وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر الماضي بعد طول رفض. رياضيا، وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لودايتي زامبيا والجزائر يومي الخميس والاثنين المقبلين ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ومن المقرر أن يبدأ منتخب الفراعنة مشواره إلى مونديال 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي يوم 13 من نوفمبر المقبل، ثم منتخب سيراليون يوم 18 من ذات الشهر في إطار الجولة الثانية من التصفيات. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023، واللي بينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدورة الحالية للمعرض بتشهد مشاركة 6 دول عربية تحت هدف بتشارك في الثقافة التراثية. يمكن يا منى، معرض تراثنا هو بيعتبر نافذة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديدا للتسويق لمنتجاتهم، كفرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية ليهم خصوصا في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، عشان نفتح أو ننفتح على أسواق تصديرية جديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه النسخة من معرض تراثنا من خلال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور، يعني ما يميز معرض تراثنا في هذه النسخة عن النسخ السابقة؟ خليني أقول لحضرتك زي ما حضرتك والأستاذة منا يمكن أشرت إلى أنه معرض تراثنا دي تعتبر إن شاء الله النسخة الخامسة من المعرض تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وده يمكن أول حاجة بيأكد على اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات، وخصوصا من الدنيش او من النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفير فرص عمل. وخد بال حضرتك ان احنا يمكن عندنا عدد كبير قوي من الحرفيين اللي بينتهوا هذه الصناعات في مختلف ربوع الوطن في المحافظات المختلفه. السنه دي يمكن الجديد في المعرض اربع محاور مهمين قوي لازم ناكد عليهم السنه دي. السنه دي يمكن سمه المشروعات الحرفيه والتراثيه صناعتها بيغلب عليها الطابع غير رسمي. في اطار تحفيز الدوله للقطاع او ادماج القطاع غير الرسمي للرسمي، اصدار قانون 250 ومتضمنه من العديد من الحوادث، تبتدينا لتحفز هذه الصناعه او الصانعين على الاندماج في القطاع الرسمي، فهتلاقي معظم المتواجدين في المعرض السنه دي موفرين اوضاعهم وداخلين في القطاع الرسمي بحيث ان يتمتعوا بالمزايا وحوافز الدوله اللي رصدت لهم في قانون 250 بسنه 2020. دي اول حاجه، اول سنه يمكن في المعرض. النقطة الثانية المهتمين احنا بيها قوي في المعرض ان احنا في جناح خاص لتصدير الصناعات الحرفية. يعني احنا كنا دايما بنفكر على الصناعات الحرفية على المستوى الوطني، البيع على السوق المحلي، لا، توجه الدولة في الوقت الحالي، انت عارف توجه الدولة ده في الفترة القادمة ان شاء الله زيادة حجم الصادرات ب 100 تصل الى 100 مليار دولار من النواحي المختلفة من الأنشطة المختلفة. نعم. الصناعات الحرفية ليها دور في هذا المجال، ليها بوتنشال وليها فرص كبيرة قوي واعدة على السوق
العالمي، لان عندنا لو حضراتكم والساده المشاهدين شافوا المعرض شافوا المنتجات في منتهى الروعه، هتلاقي موجود هناك العديد من الوفود الاجنبيه والمحليه اللي بتطلع على هذه المنتجات في اطار ازاي نتنقلها الى السوق الخارجي. برضو على هامش المعرض وده جديد برضو، ان هناك اصبح مجموعه من بعثات المشترين، الجهاز نسق مع الجهات المعنيه لايفاد بعض بعثات المشترين من الخارج، فهنلاقي مجموعات كثير، هنلاقي مجموعه من اسبانيا موجوده هناك بتشوف مين المنتجات اللي تقدر تنقلها للاسواق الخارجيه، هنلاقي مجموعه من الاردن موجوده هناك برضه، السعوديه، هنلاقي مجموعه من امريكا، فرنسا، هنلاقي المجموعات دي موجوده بتبص على المنتجات دي ومدى امكانيه نقلها الى الاسواق الخارجيه وتصديرها الى الاسواق الخارجيه، وده محور مهم قوي لازم اقول لحضرتك عليه. حاجه الثالثه ودي الجديده برضه، ان احنا بنحاول نبقى كاشلس، بمعنى ان احنا نحد من تداول الاوراق الماليه، بمعنى يشتغل بالاي تي اس بالكاش بالفيزا بكده، ودي ممكن موجود المكان ده متاح هناك، طبعا ما اقدرش اقول لحضرتك 100%، انما ده متاح وده متاح، بس بنميل اكتر لموضوع اللي هي الكاشلس او من غير دفع او استخدام الكارت للكروت فيزا في الدفع وكده. الحاجه الرابعه ودي الجديده عندنا برضو، ان احنا طورنا، ما بقاش المعرض فقط لعرض منتجات للمستفيدين، انما برضو استقر او تضمن خدمات اخرى. الجهاز ابتدى يتيح في جناح خاص خدمات غير تمويليه وتمويليه للعارضين وللزائرين. ده بقى سؤال للعارضين وللزائرين، انا كنت عايزه اسال على العارضين، اعرف انا كعارض دائم بعرض معانا، ايه اللي استفدته السنه دي بحيث ان انا عارض قديم، ولو انا عارض جديد اول مره اعرض برضو ايه التسهيلات اللي اتقدمت لي؟ وبعدين بقى كمان حضرتك تكلمنا عن الزائرين اللي هيتعمل لهم خدمات زياده. اوكي متشكر قوي، ان السؤال ده سؤال رائع. اولا لازم نقول بس في عجاله سريعه، هو الاعداد اللي موجوده دي شكلها ايه؟ النهارده بنتكلم على 1117 عارض موجودين في المعرض، 30% منهم اول مره يعرضوا في تراثنا وفي معارض اخرى، وده مهم قوي، الرقم ده مهم قوي لو تسمحي لي يا استاذه منى. اتفضلي. فده الباقي 70% عرضوا قبل كده في معارض مره مرتين، انما ال 30% مهم قوي، نسبه كبيره من العدد الكبير ده كله 71% سيدات مثلا. فده مهم قوي ان انا اقول لحضرتك، فالعارض الجديد احنا بنميل الى انه ياخد مميزات اكثر من العارض الفقر، بمعنى خدمات اكثر. فيز معينه في العرض بتاعه، فده مهم قوي ان احنا نقول عليه. الخدمات اللي احنا دايما بنقدمها له، ان احنا ازاي نساعده ان هو، لانه ما اشتركش قبل كده، ازاي نساعده مش بس انه يعرض منتجه انما يجود منتجه، يساعده يصور منتجه ويرفعه على منصات التجاره الدوليه، وهنا في المعرض مدخلين معانا اكبر منصتين دوليتين او اكبر منصتين للتجاره الالكترونيه جوميا وامازون، وايادي مصريه كمان التابع لوزاره التنميه المحليه. ده بيسر كتير قوي ان العميل او الصانع او العارض يجي عندنا في جناح تنميه المشروعات يصور منتجه تصوير احترافي، لانه خلي بال حضراتكم احنا هنا لما بيجي يسوق تسويق الكتروني لا يتمتع المستهلك بانه حاسه اللمسه او طبعا. الصوره بتعبر وهي اللي بتحدد قرار الشراء للمستهلك النهائي، فاحنا عارفين كويس قوي ان المصنع او العارض لا يديك تصوير منتجه لان دي حاجه هو بركز في شغله، فاحنا بنتيح هذه الخدمه بالمجان على هامش المعرض لتصوير المنتجات. ايه تاني بنعمله له؟ بنحاول ان احنا نساعده في ان لو سعر المنتج بتاعه مش عارف يسعره، في خبراء موجودين في المعرض بيساعدوه على تسعير منتجه. ايه تاني بنقدمه؟ بحيث ان احنا ناخد سعر عادل ليه، يبقى عنده هامش ربح كويس وما يبقاش مغاله في السعر بالنسبه للي بيشتري. طيب بص حضرتك، احنا بندور على الميزه التنافسيه للمنتج المصري. الميزه التنافسيه معيارها عده مؤشرات زي ما حضرتك اشرت عليها، سعر وجوده واتاحه، يعني بمعنى ازاي؟ انا محتاج مثلا 100 قطعه من هذا المنتج، لو اديتني خمسه مش هينفعوا على ازمه، فهي فكره اتاحه المنتج نفسه ده معيار في التنافسيه، في ميزان التنافسيه. سعر المنتج زي ما حضرتك قلت سعر عادل، العداله بتاعت السعر بتاعت الليل من الماركت بيل، بمعنى انا ممكن اشتري السلعه دي من مكان اخر بسعر اقل ولا ايه؟ احنا بندور على سعر عادل يرتضيه. طيب دكتور خلينا نتكلم ان احنا في وقت بنسعى فيه للتكامل ما بين الدول بعضها البعض، ازاي شايف ان معرض تراثنا ممكن يشجع
نقدر نقول التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خصوصا ما بين الدول المشاركة في هذه النسخة والدول العربية تحديدا وجمهورية مصر العربية. ده مظبوط جدا. احنا النهارده يمكن على هامش معرض او في معرضنا الحالي في ست مشاركه لست دول. ست دول منهم ثلاث دول مشاركه لاول مره خلال الخمس نسخ اللي فاتوا. عندنا الجزائر دي اشترك، عندنا البحرين ودي اول مره طبعا تشترك، عندنا البحرين اول مره، عندنا تونس اول مره، بخلاف الامارات اللي اشتركت معانا قبل كده وبنتشرف بتواجدها مع السعوديه مع الاردن. انما الجميل لاجابه حضرتك بسرعة بقوة، عندنا نقطتين مهمين جدا. أولا هناك تعاقدات بتتم ما بين الأجنحة دي وبين بعض المستهلكين أو بعض سوري أو بعض الصناع والعارضين المتواجدين حاليا. بمعنى اللي يقول له السوق بتاعي محتاج من عندك كذا، ده مش بس كده، بيقول له ده أنا ممكن أتكامل صناعيا في المنتج ده. انت ممكن تديني المنتج ده لغايه المرحله ديت وانا هاخده اعمل له فينش ويبقى جوينتي احنا بنتكامل مع بعض، ودي بنسميها في عرف التنميه او في الاقتصاد او التسويق بي تو بي، بزنس تو بزنس. صحيح. بيتكاملوا مع بعض عشان يكتبوا منتج واحد. الحاجه الثالثه ودي اللي اقرها جهاز تنميه المشروعات مع هذه الدول ان المعامله بالمثل، بمعنى انا النهارده دعيتك في معرضي حضرتك تدعيني في معرضك. بيفتح نوافذ جديده للعارضين المصريين. فحضرتك نوافذ كثيره للعارضين المصريين في الاسواق اللي هي بتاعه الدول دي. وخليني اقول لحضرتك ما يتم عندنا واستدعاء لبعثات المشترين اكيد الدول الاخرى بتعمل زيين، فانت بتعمل اكسبنشن، بتعمل توسع كبير قوي. صحيح. للعارض بتاع، هو العارض موجود بس بقى فيه فرصه نافذه ان هو يتواجد في تراثنا خلال الفتره اللي هي الحاليه اذا كنا بنتكلم على انها من 8 الى 14. اثر العرض المعرض ده اللي انا عايز اكده لحضراتكم بيمتد على مدار العام. هتلاقي ان العرض النهارده عرض منتجه وبيشتغل عليه بقيه السنه، خليني اقولها لك، او معظم السنه. هو المعرض مستمر كام يوم يا دكتور؟ هي من 8 الى 14. من 8 ل 14، يعني احنا بنتكلم فاضل 3 ايام في المعرض تحديدا. فاضل 3 ايام، واتمنى او دعوه من خلال منصتكم الكريمه لجميع الساده المشاهدين لزياره هذا المعرض، وفعلا هنتشرف بمنتج بلدنا وبالصناع والفنانين المتواجدين عندنا في المعرض. صحيح. بنشكر حضرتك الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير الماليه بجهاز تنميه المشروعات. خلينا بقى نروح لحاجه تانية لها علاقه بشغلانتنا كمان، يعني الفويس اوفر، تعليق الصوت. انا لسه بقول خلينا نقول انت لا، لان احنا يمكن خلال ثلاث ايام يا منى اللي فاتوا تابعنا، او مش ثلاث ايام، الاسبوع اللي فات في اوله سبت حد اثنين كان مؤتمر حكايه وطن، ويمكن كان لافت للانظار جدا التعليق الصوتي. بالظبط. وكان بيشدك اللي انت تتفرجي. انا بقول الصوت دايما هو اللي بيشد، يعني هو العمل الاعلامي هو كله بيكمل بعض. ففكره اللي انت يبقى عندك فويس اوفر او معلق صوتي محترف، اعتقد ده في حد ذاته اضافه حقيقيه، وكان جزء من الحكايه اللي كانت بتتحكي فيه حكايه وطن. التعليق الصوتي او الفويس اوفر زي ما احمد بيقول واحد من المواهب المميزه اللي ممكن الجمهور اللي مش محترف اللي قاعد في البيت عادي جدا وهو بيتفرج على حاجه بيسمعها وبتعلق في ودنه. ضيفنا النهارده شارك بصوته في حكايه وطن من خلال فيلم تسجيلي بيوضح الجهود المبذوله من قطاع التموين لتحقيق الامن الغذائي، وكمان فيلم تاني لوزاره الاسكان عن تطوير المناطق العمرانيه، ده طبعا غير الاعلانات الشهيره الخاصه ب 100 مليون صحه وكمان مبادره اتحضر للاخضر. يعني نرحب بصاحب الحنجره الذهبيه والصوت العذب المميز واشهر المعلقين الصوتيين الاستاذ لطفي عبد العزيز اللي بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير يا استاذ لطفي. صباح الفل. صباح الفل احمد. صباح الفل يا منى، وبتشرف ان انا موجود معاكم النهارده. ده اكيد ده الشرف لينا، بس احنا يعني عظيمه، انا يا رب استاهل ربعها. لا بالعكس، حضرتك تستحقها وبجداره يعني، بس عاوزين نستغل وجود حضرتك معانا وتصبح لنا على جمهور صباح الخير يا مصر بصوتك. انا عارف ان دي بيدفع فيها فلوس بس عاوزينها بقى. صباح الخير على جمهور صباح الخير يا مصر، بحبكم جدا والله. واحنا كلنا بنحبك يا استاذ لطفي. صباح الفل. لو جينا بقى قلنا الحكايه ابتدت منين، احكي لنا الحدوته بصوتك. الحكايه بالنسبه لي كلطفي، انا واحد كنت لحد ثانويه عامه كنت عندي مشكله في حرف الشين،
كنت بقولها شكري شريف شادي، لحد ما والدي الله يرحمه ساعدني ان انا احلها. الله وبعد كده يرحمه. بالصدفه في الجامعه حد لفت، يعني واحد من لا اصدقائي بس لفت لحظة، اسمه بس جمال احنا مش فهيم عاوزين لفت. نعدي على دي مرور الكرام يا استاذ لطفي، لان في ناس كتير قوي بتبقى عاوزة تمتهن مهنة التعليق الصوتي، وبيبقى احيانا عندها مشاكل في بعض الكلمات او وبتتعالج الحروف. او الحروف. حضرتك يعني عالجت ده ازاي؟ عالجت ده ازاي؟ عن طريق دكتور تخاطب كان بيخليني اقرا الكلام اللي فيه شين في اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه وفي اول الجمله وفي نص الجمله وفي اخر الجمله عشان تقدر تظبط الجهاز ده لمده فيبتدي. فتره معينه كده، والحمد لله يعني. بس انا ما كانش في بالي ان انا ابقى معلق صوتي خالص، انا كل طموحي كانت اخراج. امال ايه اللي وبعدين حصل؟ لحد ما كنت في الجامعه، كنت بعمل مشاريع تخرج صحابي، فمنها جربت اعمل مره، فلقيت المهندس الصوت بيقول لي انت لو اسمه جمال فهيم، لقيته لو بيقول لي لو انت خدت المهنه دي بجد انت هتكسر الدنيا. فابتديت اخد الموضوع بجد تدريجيا، لحد في مشروع تخرجي عملت بصوتي، ودكتور محمد زعزع بعديها يعني خلاني اشتغل معاه في الوكاله الاعلانيه، وانا اوريدي كنت مساعد مخرج قبليها، بقالي من تانية جامعه مع محمد شاكر خضير واستاذ طارق الجنايني. فابتدت الرحله بقى من وقتها، بقالي 14 سنه معلق صوتي و17 سنه في الميديا كلها. ما شاء الله. طب لما نيجي نقول ان مؤخرا كده معظم الاعلانات ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب بتكون بصوتك، لما الناس بتقابلك بقى في الشارع عارفين ان هو الصوت ده هو صاحب الاعلان ده، لما بتتكلم مع الناس اللي مش عارفين اصلا بتشتغل ايه، بيحسوا ان صوتك كومن في ودنهم او متعود انه يسمع الصوت مألوف وقريب منه؟ الحمد لله الحمد لله. انا من بدايه شغلي في التعليق الصوتي بعتمد اكتر على الهويه الصوتيه، ان انا ولا بقلد حد ولا باخد طريقه حد، انا بتعامل بطبيعتي. ده اللي باين في اعلاناتي، وده اللي باين حتى في اثناء ادائي لحكايه وطن. دايما بحب اقول الموضوع، اخد الموضوع لناحيتي، انا بقوله ازاي، انا اعمله ازاي، لان ده بيطلع منه احساس وبيطلع منه طريقه معينه، هي دي اللي بتعمل البصمه الصوتيه او الهويه الصوتيه. فلما بقابل ناس وبتجمع الصوت ده، انا يعني في ناس بتشبه أنا على عارف. الصوت، حضرتك ممكن تتكلم بس كده شويه، فلما بيعرفوا بقى وبيعملوا يعني اسوسيشن بال الصوت والحاجات اللي سمعوها طول ال 14 سنه، فهنا بقى بيحصل صدمه كده اللي هو ايه ده؟ أنا عارف الصوت ده، أنا أنا عارفه عارف إن كويس. أنا عارف الصوت ده، بلس لما أقول مثلا بعض المنتجات، فاللي هو إيه ده؟ أه أنا عارف الإعلان ده، يعني مثلا يعني زي ما ذكر أحمد إعلان بتاع 100 مليون صحة، اللي هو بتاع الاتنين الكبار في السن، اللي هو أسلوب حياتكم ده خطر على صحتكم. ولما جيت أعمل اتحضر الأخضر، دي كانت بالنسبة لي تشالنج مش بسيطة، لأن هما كان الاعتماد من وزارة البيئة على صوت شبابي صحيح يخاطب الناس بطريقة معينة، يوصل لهم، فكانت مسؤولية، صوت يوصل للناس، صوت يوصل للناس ويبقى بسيط. وقدرت تتغلب وهنا على ده ده ازاي؟ التحدي واحب ده أقرر حققته واحب بس ازاي؟ يعني أقول إن ده كان اختيار من الوكالة الإعلانية اللي كانت مسؤولة وقتها، اللي هي سينرجي، ده كان اختيارهم لصوتي يعني. طب طبعا استاذ لطفي، خلينا نتكلم على حاجه مهمه قوي. حضرتك قلت بدات طريقك كمساعد مخرج ثم غيرت المسار وامتهنت الاداء الصوتي، هل شايف ان في تعديل تكامل، او التعليق الصوتي، هل شايف ان في تكامل ما بين الاثنين؟ وفكره اللي انت كنت مساعد مخرج ده بيخليك تبقى ان او حاسس بالحاجه قوي اللي انت بتقولها، الصوره بتاثر عليك لحد ما؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه بسيطه. انا مساعد مخرج من 2007 ل 2013، ومنتج فني من 2013 لحد وقتنا ما هذا، شاء الله. تمام. وخدت ورش تمثيل، وخدت ومثلت بعض المشاهد. هي الفكره كلها انت ازاي تشتغل على نفسك، ازاي صحيح لما تخش في اي تجربه مهما كانت. انا على فكره كنت في يوم من الايام كول سنتر، الكول سنتر فادني. انا عايز اي اقول حاجه، تجربه البني ادم انا بيخش نفسي اشتغلت فيها بس لازم لمده يستفيد شهر منها. ونص تقريبا حتى لو سالت اي ممثل هيقول لك صحيح. التعاملات مع الناس بتكسبك خبره في التفاصيل. ف مع ان انت بتشتغل على نفسك، ده بيضيف ليك بعض المهارات، السكيلز، ان انت تقدر بعديها تقدر توصل المعلومه، تبقى فاهم انت بتخاطب مين.
لان مش كل اعلان مثلا بيخاطب نفس الشخص، لا صحيح في فئات مختلفه. لما مثلا عملنا في يوم من الايام الحمله، مش هذكر منتجات، عيد الاب، فلازم مش هينفع يتقال بصيغه اعلانيه، مش لازم اقول ازيك يا بابا عامل ايه، لا طبعا لازم يبقى بالراحه، لازم يبقى احنا بنخاطب الاب بطريقه معينه. فهي الفكره كلها ان انت وانت لما بيجي لك النص لازم بتبقى عارف انت في دماغك انت بتكلم مين صحيح. وهتوصلها له ازاي. فكرت بقى وانت بتحكي حكاية وطن انت بتكلم مين وهتوصلها له ازاي؟ حكاية وطن اتسجل في ظروف أنا عمري ما هنساها في حياتي، لأن كان في مساحة إن كل واحد يعمل اللي هو شاطر فيه مبدع فيه. فلما أنا اتعاملت في حكاية وطن، سواء في يعني اللي يسمع فيديو وزارة التموين غير اللي هيسمع فيديو وزارة الإسكان، لأن الحكاية مختلفة، التفاصيل بتاعتها مختلفة، صحيح بيخاطب أشخاص مختلفين، فهي دي الفكرة. فأنت لازم تبقى مركز إن المعلومة مش بس أنت بتقرأ كلام، لا أنت هتوصله إزاي؟ أنت هتقول إيه؟ الكي ووردز أو الأرقام لازم تبقى فيها شكل من الأشكال الاسترس أو البروزة. فهنا ومش لازم يبقى موضوع انستراكشنز اللي هو أنا بقول مش تعليمات، لا خالص، تعليمات. أنا بقولها كأني أنا بتكلم، كأن انا بتكلم، يعني انا دي طريقتي، انا اللي بقول، فانا هقول كذا. ففي جمل مثلا بتاعت مخابز العيش، فلازم يبقى فيه شوية مشاعر بتتقال. فكل تفصيلة في فيديوهات حكاية وطن انا بالنسبة لي عمري ما هنساها بصراحة. أكيد أكيد ده ظهر وأنت بتحكي الحكاية في الطريقة اللي كنت بتتكلم بيها. اه ده حقيقي. يعني هي فكرة كمان لازم تكون حاسس بكل كلمة أنت بتقولها، مش فكرة إن أنا معلق صوتي أو مؤدي صوتي فقط، هو فكرة الكلمة لو أنا مش حاسسها اللي قدامي عمره ما هتوصل له. أستاذ أحمد هقول لحضرتك على حاجة، أنا راجل تخصصي أصلاً إعلانات، فأنا في 30 ثانية لازم أوصل الرسالة المشاهد إن هو ياخد قرار يشتري أو يشترك أو يستفيد من الخدمة. انا واحد بتبع مدرسة ان انا بخاطب شخص، فلازم ابقى بخاطبه على فكره وعلى طريقته، فلازم ابقى انا مصدق اللي انا بقوله عشان اللي قدامي يصدق. صحيح، واحنا صدقنا واشترينا وبنشكرك، وبجد يعني مزيد من التوفيق، وفخورين ان عندنا شرفي. يعني صوت مميز زي حضرتك المعلق الصوتي الاستاذ لطفي عبد العزيز، بنشكر حضرتك لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شرف ليا يا فندم، وبشكركم جدا، وصباح الخير. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم وفقراتنا لسه مستمرة لغاية الساعة 10، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. أهلا بحضراتكم. من الأحداث المهمة اللي بنستناها من السنة للسنة، معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي بتبتدي الإعداد له قبل شهور من انطلاقه. امبارح تم الإعلان عن شعار الدورة 55 واللي هتنطلق يناير اللي جاي، بالإضافة لعدد من الإجراءات اللي طبعا بتتزامن مع انطلاق عدد من المعارض في القاهرة والمحافظات، وده اللي احنا شفناه على مدار السنة. المعرض الرئيسي بيكون معرض القاهرة الدولي، ولكن بيبقى فيه معارض فرعية في مختلف المحافظات على يمكن على مدار مدار السنة. السنوات المختلفة كنا بنشوف نسخ، كل نسخة بتكون مميزة عن النسخ اللي قبلها، ويمكن أثناء الجائحة حينما توقف في المعرض كان في حالة حزن يعني بتهيمن على عشاق القراءة، لكن الحمد لله رجع، ورجع بشكل أقوى، ورجع كان فيه كمان دور للتكنولوجيا ويعني الحجز الأونلاين للتيكت الخاصة بيه. ما يميز هذه النسخة وماذا تحتوي هذه النسخة تحديدا من تفاصيل مختلفة عما سبقها، هو ده اللي هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال الأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ضيفنا الكريم في الاستوديو. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليكم وعلى المشاهدين الكرام، يعني كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بصحه وسلامه. استاذ سعيد، يمكن خلاص كشفنا عن انطلاق النسخه 55، نسخه اكيد ان شاء الله هتكون مميزه مختلفه، ايه اهم ما تضمه هذه النسخه؟ والحقيقه يعني يمكن يعني دلوقتي اقول اكثر من نصف قرن دلوقتي على معرض الكتاب كاول معرض او من اكبر المعارض العربيه على مستوى العالم.
السنه دي طبعا بيبقى فيه كل سنه بيبقى فيه بعض الملاحظات وبعض يعني بنتعلم من اخطائنا. خلينا نقول ما فيش حد كامل، الكمال لله واحد. لا بنحاول بكل سنه ان احنا نضيف شيء، كل سنه نبقى افضل ونلبي طلبات يعني فئتين او الاثنين المستهدفين، القارئ والناشر، لانه لو اجتمع القارئ والناشر هيتحقق الهدف من من المعادله بتاعتنا اللي هو المعرض، يكون دوره ناجحه باذن الله. السنه دي احنا يعني مبكرا المنصه بدأت من يوم 10 التقديم ولغاية يوم 15 إن شاء الله في الشهر القادم، فترة طويلة فيها كل الشروط العامة بالنسبة للقبول في المعرض. من بدري اتحاد الناشرين منبه على الأعضاء أنه الكل يستكمل أوراقه ويستعد على أساس أنه ما ياخدش وقت كتير في التقديم ويكون ورقه مستوفي يعني. طبعا بيبقى في اقبال كبير جدا على من الناشرين على المشاركه. السنه دي يمكن وصل عدد الناشرين الاعضاء في الاتحاد حوالي 1500 ناشر. يعني اذا قلت يعني يمكن اكتر من الثلثين عندهم رغبه جديده جدا طبعا للمشاركه. عندنا عدد كبير جدا من الناشرين اللي هو الحديثي العهد بصناعه النشر، اللي هو يمكن التحق بعد المعرض الماضي او قبلها بحاجه بسيطه ولم يعني تسنح له الفرصه بالمشاركه، السنه دي عنده رغبه انه يشارك. فالاقبال الكبير ده برضو بيخليني اطمن على انه صناعه النشر برضو ما زالت صناعه جاذبه للناشرين الناشرين او الشباب المصري يعني. بالنسبه للقارئ الحقيقه طبعا هو الهدف بالنسبه لنا ان احنا يعني يكون في عدد كبير جدا من الاصدارات بالرغم من الظروف العالميه اللي موجوده، الحرب بين روسيا واوكرانيا ولها اثر على مدخلات صناعه النشر في ارتفاع التكلفه، وبالرغم من ده بيبقى في يعني في اكبر عدد ممكن حيتاح من الاصدارات الحديثه هذا العام ان شاء الله، اذا كان ورقي أو صوتي أو رقمي. يعني الحقيقة بنشتغل على ثلاث اتجاهات دلوقتي، وطبعا زي ما حضرتك أشرت أن التكنولوجيا الحديثة لها دور، طبعا التكنولوجيا الحديثة لها دور من بداية المنصة. المنصة الآن مش لمجرد التقديم فقط، لا ده التقديم وبعدين منصة للإصدارات كلها، كل الناشرين كل ناشر بيضع إصداراته كلها على المنصة وممكن يبيع من خلال المنصة ونعمل خدمات التوصيل. بس دي بتبقى متاحه للقارئ طول ايام العام؟ طبعا لا طوال المعرض. لسه يمكن طبعا نفكر في حاجه زي كده. هل السنه دي وزاره الثقافه عامله جهد كبير جدا ومعالي الوزيره الدكتوره نيفيل مكلاني على الرغم من كل تعرف السنه اللي فاتت الدولار كان سعره قد ايه بالنسبه للجنيه المصري؟ ده اللي عايز اتكلم فيه مع حضرتك. السنه اللي فاتت كان في تخوف كده من الناشرين المصريين انه مش عارفين هيبقى الاقبال عامل ازاي على المعرض، مش عارفين هيبقى المردود اللي حصل ايه، ولكن كانت المفاجاه ان ما شاء الله كان الاقبال رهيب وكان يعني الموضوع اعتقد انه طمن الناشرين. هل السنه دي دخلوا كده بقلب جامد وقالوا يلا احنا هندخل ومش كلام حضرتك طبعا يعني حقيقي 100% وشيء جميل جدا، انه على قد التخوف على قد الهواجس اللي كانت كبيره جدا وتحديات، ويمكن بنحاول نطمنهم يا جماعه المعرض ان شاء الله يبقى كويس. فايام المعرض عكست كل هذه الهواجس وكان شيء مطمئن جدا، ويمكن انا اقول لحضرتك يمكن اكبر ارقام اتحققت في تاريخ المعرض مبيعات كانت المعرض العام الماضي. اتمنى السنه دي انه يبقى ان شاء الله يعني خطوه على طريق النجاح باذن الله ونحقق نتيجه طيبه. ده ما حصلش غير بالاتفاق الغير معلن بقى وضمني بينكم وبين بعض انه لا يتم المغالاه في الاسعار بحيث ان يقدر الناس وهي بتقبل على حضور المعرض انها تقدر تشتري فعلا، ما يبقاش لزياره فقط. كل المعارض على مستوى الوطن العربي تكلفتها بالدولار اعلى من معرض القاهره بكتير جدا. اي معرض اقل معرض يمكن في بعض بلاد يعني عدد سكانها ما يجيش ربع مصر بتعمل حوالي 10 معارض في كل محافظه تقريبا يعني. وبالرغم ده في اقبال من الناشر المصري لان هو بيمثل يعني يمكن
أكثر من 50% لرمانة الميزان لأي معرض عربي يعني. صحيح. ومع ذلك المعرض القاهرة الدولي دايما يمكن بيبقى فيه عندنا في اللجنة العليا بيبقى فيه يعني عارفة مناقشات شديدة جدا، هو في النهاية بتعود لصالح الناشر ان احنا انا كممثل الناشرين المصريين وفي ممثل ناشرين عرب ازاي نوصل لمرحلة انه اقل تكلفة ممكن او اقل عبء ممكن يقع على كاهل الناشر، بحيث انه يصل انه يقدم خدمة طيبة. يعني انا مش عاوزه انه يحقق خسارة انما على يتعادل او يكسب عشان يقدر يستمر. وده كان الحقيقة يعني كنت بأكده دور معالي وزيرة الثقافة السنة اللي فاتت لما رحنا وعرضنا عليها النسب خفضت الرقم، وكانت لسه يمكن متولية العمل صحيح فترة قصيرة جدا. السنة دي الحقيقة رغم ارتفاع الدولار الكبير بالنسبة للجنيه المصري الحقيقة معدل للزيادة أو يمكن في فئات كتيرة جدا ثبتت الأسعار، والزيادة يعني لا تتعدى نسب بسيطة جدا، فأعتقد أنها عادلة بالرغم من التكاليف. وده دعم الدولة المصرية للثقافة، ده دور الدولة صحيح. في دعم الثقافة الحقيقة لأن لم تتأخر الثقافة أبدا. الثقافة بتمثل في الحقيقة ركيزة أساسية جدا سواء كان لبناء الإنسان أو للحفاظ على الهوية المصرية اللي بتمثلنا احنا كمصريين. لكن لو بنتكلم على النسخة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتأكيد هي نسخة مختلفة. هل تم خلاص بقى التوافق على شعار هذه النسخة وضيوف الشرف ولا لسه ده مسألة؟ ضيف الشرف السنة دي النرويج. النرويج إن شاء الله. ليه اخترتوا النرويج؟ لأسباب كتيرة، يمكن احنا عندنا جزئين. كان السنة اللي فاتت المملكة الأردنية الهاشمية. النرويج لها علاقة كبيرة جدا بالثقافة المصرية وفي روابط كتيرة ثقافية بيننا وبينهم. احنا دايما بناخد دولة عربية ودولة غير عربية، فيمكن ده اختيار النرويج. و يعني في احنا يمكن عندنا جزئين في اللجنة، في اللجنة الإدارية العليا وفي لجنة اللي هي الفعاليات. ده اختيار لجنة الفعاليات اللي هي فيها مجموعة من الأدباء والمثقفين اللي هم يعني بيبقى فيه كذا طرح وبالتالي بيختاروا الدولة. وعندنا الأسر سليم حسن كمان شخصية العام، والأستاذ الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال. الحقيقة ده يعني أنا سعيد جدا بهذا الاختيار. ليه؟ لأنه يعقوب الشاروني أسرى المكتبة للطفل العربية طبعا، وله أيادي بيضاء قدم يعني أكثر من 150 عنوان في للكتاب للطفل. إعادة بقى أعماله سيتم نشرها بشكل مختلف يتناسب مع الشكل الحديث للأطفال اللي احنا بنتوجه لهم أصلا بأعماله. هو بالصدفة يعني عايزين بقى نعرف دور النشر بقى في الشخصيات. حظي حلو ان انا رئيس مجلس إدارة دار المعارف اللي هي 90% من أدب من كتب يعقوب الشاروني عندنا طبعا. فاحنا بنعمل طبعات خاصة لهذا لهذه الكتب وجناح خاص في معلومات كتيرة عن الأديب يعقوب الشاروني. والحقيقة هو كمان مستشار الأدب الأطفال عندنا كمان للمؤسسة. فالحقيقة أنا سعيد لأنه شخصية تستحق التقدير والاحترام على مستوى الوطن العربي، ومش أول تكريم له ولكن التكريم من مصر. وأن يبقى شخصية العام في معرض الكتاب أعتقد أنه ده تتويج لرحلة كبيرة جدا للدكتور يعقوب الشاروني. ربنا يعني يمتعه بالصحة والعافية يا رب. اللهم أمين. طيب أستاذ سعيد، وإحنا بنتكلم على طرفي المعادلة الأكثر تعقيدا في ظل يعني الانفتاح التكنولوجي هو فكرة الناشر والقارئ، وإزاي الناشر يلبي احتياجات القارئ، وإزاي يكون القارئ في محتوى جيد يجذب هذا القارئ تحديدا للنشر اللي موجود. فبالنسبة لفئة الشباب دي المعادلة الصعبة ده حقيقي، عايزين نتكلم عليها وتحديدا فيما يخص فئة الشباب، لأن احنا عارفين ان احيانا بيكون في عزوف من الشباب على استخدام الكتب المطبوعة واللجوء الى الرقمنة. حاول لحضرتك. الأصل في الأشياء بالنسبة لعالم النشر المحتوى صحيح. كلما كان المحتوى جيد والناشر له رسالة وهدف فبيرتقي
بالقارئ وبيرتقب المجتمع، لانه دي بتساهم في بناء المجتمع. صحيح. اللي هو الانسان اللي هو الاساس نهضه المجتمع. ففي موجه طبعا الروايات ما زالت مستمره ولها اثر، يعني انا لا اقلل من شانها، ولكن النشر بصفه عامه مفروض انه في موضوعات اخرى تساهم في بناء الانسان بشكل مختلف. صحيح. هو ده دور النشر، وانا يمكن عملنا حاجه جديده بالنسبه للملتحقين الجدد في اتحاد الناشرين المصريين، ودي اول مره يمكن على الاتحادات العربيه، انه تاهيل الناشر. انت داخل ليه؟ داخل هذه الصناعه ليه؟ لازم يكون ليك هدف، عندك رؤيه هتساهم في ايه، انما مش المحاكاه، مش هتقلد غيرك. صحيح. وبالتالي كلنا هنقع. فاذا كان في هدف وفي تخصص كمان، انا مش هشتغل في كل حاجه وانا لسه ما يعني مش عارف، فلازم يحدد طريقه ويشتغل ازاي، بنمده بالعقود وبنمده بالكلام ده كله. انما في مجموعه سلبيات موجوده ما زالت موجوده في السوق، اللي هو احيانا المؤلف بيقع في فريسه لبعض الناشرين حتى غير اعضاء في اتحاد الناشرين، وبالتالي لا يحصل على مستحقاته. هناك بعض الموضوعات الخادعه، يعني يمكن يعني بيحاول انه يعني خليها يعني بالتعبير الصريح يضحك على القارئ بعنوان لذيذ، ولكن المحتوى بعيد تماما عن ما يعني ما هو مضمون اللي موجود. صحيح. دي اشياء الحقيقه انا ضدها. فمفروض انه في كل مهنه في السيء وفي الجيد وفي الراجل الممتاز اللي عنده هدف بيجري، بدليل ان احنا عندنا ناشرين مصريين كتير جدا، يمكن لسه قريب واخدين جايزه في معرض الرياض من افضل الاعمال اللي موجوده للناشرين المصريين، ودايما بنحصل جوائز في كل المنتديات العالميه. ولكن انا بتمنى المزيد من المهنيه لخدمه هذا الهدف والارتقاء بالانسان. انما اتحاد الناشرين عمل ايه لصغار الناشرين، يعني اللي لسه شباب، خليني بقولهاش صغار، لشباب الناشرين اللي لسه بيلتحقوا بمهنه النشر ولسه بيشوفوا هيعملوا ايه غير التاهيل؟ يعني هل عاملين مثلا بالتعاون مع الهيئه المنظمه للمعرض، هل عاملين مثلا بارتيشن او حاجه تعاونيه ما بين صغار الناشرين قبل المعرض واثناء المعرض؟ قبل المعرض انا في دورات تدريبيه وتاهيل، وبنديله العقود المنظمه للعلاقه بينه وبين الناشر، اول مطبعه، وبعدين في منصه بنعملها دلوقتي في الاتحاد، ان هي كل مدخلات المهنه هتبقى موجوده على هذه المنصه، بدلا من اللي هو وكيل المؤلف. يعني ما عندناش في العالم العربي وكيل. صحيح. مؤلف او ان هو يسوق للمؤلف والمؤلف يتفرغ لعمله. ده هيبقى موجود على منصه اتحاد الناشرين، وهيبقى موجود كمان فرصه للشباب اللي هو مصمم الغلاف، المحرر، المصحح وخلافه، تجار الورق، مستورد الورق، منتج الورق، كل هذه الامور هتبقى موجوده على المنصه. نيجي بالنسبه للمعرض لصغار الناشرين، المعرض بيقول انه الحد الادنى عشان طبعا نحدد مساحات، لانه طبعا لا تتسع لكل الناس من العرب والمصريين والاجانب، فالمصريين لهم الاولويه، فلازم يكون الحد الادنى 50 عنوان. طب من لا يتوافر له 50 عنوان؟ بمعنى ايه من الاصدارات؟ عنده 50 عنوان اصدار. اصدار اه. فمن لا يتوفر له، فالاتحاد بيقوم بالاتفاق مع هيئه الكتاب او الوزاره اللي هي ممثله لوزاره الثقافه، بناخد جناح لصغار الناشرين باسم هنا الاتحاد. مش ممكن يتعمل نوع من انواع زي ما نقول ائتلاف؟ نعم. او يكون مثلا كل 3-4 ناشرين لم يصلوا الى الـ50 اجتمعوا مع بعض عشان يعملوا ده؟ ما هو ده الجناح. انا بقول اخد جناح كبير يتسع، يعني يعني انا مبدئيا حوالي 45 متر يتسع لحوالي مثلا 10 او 15 ناشر اللي هو لم يوفقوا او اللي هو لا تنطبق عليه الشروط لحجز مساحه اللي هي بتبدا من 9 متر وهكذا. صحيح. ومضاعفاتها يعني. فده عملناه السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله يبقى موجود، ولو العدد عندي بعد قفل باب التقديم لو العدد ازيد هزود المساحه باذن الله. وده الحقيقه ما عملناش يعني في مصر ان شاء الله بس. ان شاء الله المساحه تزيد، لان احنا بنتمنى طبعا وجود الشباب وصغار يعني الناشرين
لان هو ده راس المال الحقيقي اللي بتمتلكه الدوله المصريه الجديده، وهي دي العقول المصريه اللي بتفكر وبتواكب المتغيرات اللي موجوده، واصبح العمل الادبي متغير بسبب تغير الثقافه وتغير الاجيال، لكن العقول المصريه دائما ما تحافظ على الثوابت في هذا العمل تحديدا. بنشكر حضرتك على اي حال الاستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. شكرا. شكرا لكم ومشاهدينا الكرام، كل سنه وانتم طيبين. تحيب صحه وسلامه. مشاهدينا الساعه دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا. اتفضلي لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهره 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تنال من أمن واستقرار المنطقة. وفي تصريحات له قال الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤولياته الأولى، وقال إنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما شهد الاتصال تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في خان يونس بقطاع غزة. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحا. أدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرا من أن المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها. وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وأكد على دعمه لكل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات، داعيا الشعب بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، منددا بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية. استمرارا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، انطلقت إلى معبر رفح البري قافلة إغاثية إنسانية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة التي قد تستدعي نقلها عبر الحدود المصرية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعابرين من قطاع غزة. كما حملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية، فيما يأتي ذلك تم تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث.
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أشاد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها، خاصة في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكدا أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع المحافظات له أثره الفعال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن. بدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية. يأتي ذلك في إطار انسحاب فرضته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر، والتي كانت قد سارعت لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب، وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر الماضي بعد طول رفض. بدأ الإعصار ليديا باجتياح البر المكسيكي بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 درجات. وترافق الإعصار ليديا رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة. وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادئ قبل أن تزداد قوته كثيرا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك في ولاية خاليسكو. ورياضيا، يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ماكيلي تدريباته استعدادا لودية الأردن والمقرر لها غدا الخميس. وانتظم المنتخب الأولمبي في معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن المقررة إقامته على استاد المقاولون العرب، وذلك قبل السفر للقاء أوزباكستان في المباراة الودية الثانية الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. في إطار احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، تم امبارح افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي تحت شعار الخط والنصر، ده بمشاركة 172 فنان من 17 دولة. يعني الخط العربي ليه باع كبير جدا في مصر، واعتقد احنا من اوائل الدول اللي يعني نتفنن في الكتابة والخط العربي تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ملتقى الخط العربي من الاستاذ محمد بغدادي، قمصير عام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية عاوزين حضرتك تحطنا في الصورة وتعرفنا عن تفاصيل اكتر على ملتقى القاهرة أو ملتقى الخط العربي في نسخته الثامنة وأبرز المشاركات فيه. الحقيقة ملتقى الخط العربي في هذه الدورة يأتي متزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وكان شعار الملتقى هذا العام هو الخط والنصر، وكيف لعب الخط العربي دورا كبيرا أيضا عندما ازدانت منشتات الصحف في صفحاتها الأولى بعبارات النصر وأخبار سير المعارك على جبهة القنال في ذلك الوقت. وأيضا على هامش الملتقى تقام ندوة علمية بهذا العنوان أيضا حول الخط والنصر ودور الخطاط العربي في نقل أحداث المعركة من خلال منشدات الصحف. وفي هذا الملتقى أيضا تستضيف هذه الدورة 172 فنان من 16 دولة عربية وأجنبية، ومن خلال هذه اللوحات عبر الخطاط العربي عن هذا المضمون الذي يحمله عنوان هذه الدورة. معرض مهم لمنشطات الصحف، لو جينا اتكلمنا عن المعرض والمنشطات المعروضة اللي اتكلمت عن نصر أكتوبر، عايز أعرف المنشطات دي هل هي نسخ أصلية، أو الصور المعروضة دي نسخ أصلية ولا صورة طبق الأصل،
وازاي بقى تم الاختيار وانهي جرايد هي اللي موجوده اللي بتتكلم عن نصر اكتوبر؟ الحقيقه احنا استعنا بارشيف دار الكتب والوثائق القوميه اللي قدمت لنا مجموعه كبيره من منشئات الصحف تم تكبيرها على لوحات كبيره وتضمنت تسلسل المعارك منذ بدايتها في 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر إلى أن يعني تم وقف إطلاق النار في نهاية الأمر. وهذا التسلسل مدعوم بهذه المنشتات وأيضا الصور التي تصدرت الصفحة الأولى والصفحات الأولى للصحف المصرية لمختلف الطبعات بقى، سواء كانت صباحية أو مسائية أو كان العدد أسبوعي أو أيا كان بقى دورية صدور العدد. طبعا من بداية المعارك وتسلسل المعارك في كل الصحف وأيضا بعض المجلات المصرية. نعم. طيب أستاذ محمد، عاوزين حضرتك تكلمنا على أهمية وجود معرض للخط العربي في دعم الهوية الخاصة بنا. الخط العربي مهم جدا للشعوب العربية لأنه الخط العربي جزء من مكونات الهوية الثقافية العربية، لأنه الخط العربي هو ليس مجرد أداة لنقل المعلومة، ولكن الخط العربي أيضا فيه أسرار الجمال. ولوحة الخط العربي هي لوحة فن تشكيلي مكتملة الأركان، خاصة وأنه انتقلنا كما نرى على الشاشة الآن إلى عمل مجسمات بالخط العربي وأعمال نحتية وأعمال زخرفية، وكل هذه الأعمال بتعيد إلى الأذهان تكوين الوجدان العربي لدى الأجيال القادمة، خاصة بعد التقنيات الجديدة واستخدام أطفال الجيل الحالي إلى الكيبورد في كتابة الأشياء، وأيضا استخدام الحرف اللاتيني أيضا للتعبير عن الكلمات العربية واستبدال حرف العين برقم 3 وهكذا. نحن في أشد الحاجة إلى أن ندعم وجود الخط العربي بصريا ووجدانيا وإنسانيا وفنيا وثقافيا أيضا في الأجيال الجديدة، لأن الخط العربي ليس مجرد حرف، هذا الحرف ضمن الأبجديات العالم الذي تحولت حروفه إلى لوحات فنية لديها كل مقومات لوحة الفن التشكيلي من الظل والنور والتكوين والتوازن والمساحات، وأيضا الخط العربي في نفس الوقت هو يحمل معنى ويقدم لوحة فنية. طيب انتشر في فترة من الفترات تراجع كده لطريقة الكتابة بالخط العربي القديم، ولكن احنا شايفين في صحوة وفي اقبال من الناس على قراءة الخط العربي وكمان التعامل معاه في المنتجات. يعني الناس بتحرص انها تبقى لابسة حاجة مكتوبة بالخط العربي، يبقى في زخارف موجودة بالخط العربي حتى الحلي. ازاي نقدر نستغل ده محليا ودوليا كمان حتى يعني للناس اللي بتشتري منتجات، ونقدر نعمل دعم للهويه عن طريق وجود منتجات كتير موجوده في السوق تحقق يعني نتيجه كويسه للشباب؟ الحقيقه هو ده بدا فعلا في كثير من الدول العربيه، انه بدا يستخدم الخط العربي في عمل الأدوات المنزلية زي المقات وزي الأدوات وزي الأطباق، وتحولت حتى إلى تحف توضع في المنازل. صحيح. وأيضا استخدمت الخطوط العربية في التطريز وفي الملابس، خاصة ملابس النساء، لأن الخط العربي لديه طاقة جمالية يستلهم منها المصمم أو الفنان التشكيلي أو العاملين في مجالات التطبيقات العملية للمنتجات. الخط العربي له إيحاءاته ودلالاته، وأيضا بيضفي على المنتج الطابع العربي، وخاصة أن الخط العربي ليس حرفا فقط، ولكن بتدخل فيه أيضا مجموعة من الزخارف النباتية. صحيح. وتعدد أنواع الخط العربي من الكوفي إلى النسخ إلى الثلث. ويمكن صحيح أستاذ محمد حضرتك، يعني إحنا لمسنا ده مؤخرا
في ان اغلب الفنانين وهم بيستخدموا لوحاتهم لابد ان يلجأوا الى الخط العربي لانه بيضفي جمال على هذه اللوحه وبيخليها لوحه مكتمله الاركان الجماليه تحديدا. بنشكر حضرتك الاستاذ محمد بغدادي قمصير عام ملتقى الخط العربي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر وكل التوفيق لكم. عبد الصمد، احنا كنا موجودين على الهواء لمده 3 ساعات النهارده. مشاهدينا خلصت حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.